السلام عليكم. لقد أحبه الجميع وهتفوا باسمه في حياته وبعد مماته. ظل حاضرا حضور الأزهار والأشجار، حضورا له اتساع البحر وكبرياء الجبال ومجد الصهاريج في قلب عدن التي عرفته وعرفها. الرئيس الشهيد سالمين صاحب مشروع الاعتدال والرؤية المتوازنة التي دفع ثمنها حياته، نعيش الذكرى 39 لرحيله كجسد وخلوده كفكرة وروح. يقال عنه إنه شهيد التعايش السلمي مع الداخل والجوار، وشهيد الانفتاح السياسي على خطى الوحدة اليمنية. يجمع المتفقون والمختلفون معه على كاريزميته وحضوره في وجدان الجماهير، وكذا بساطته وتواضعه ونزاهته التي تركت ذكريات يتم تداولها على الألسن كلما خطر هذا الاسم في بال من عاش عهده، بل ومن لم يعش ذلك العهد الجميل. في يوم دام وحزين تم اغتيال الرئيس سالمين، كان ذلك الاغتيال مدخلا مؤلما وإذانا بمرحلة صعبة ألحقت الضرر بالمشروع الوطني في الجنوب. اليوم في صدورنا وغدا في صدوركم، فقد فتحتم بابا يصعب عليكم إغلاقه. كانت هذه كلماته الأخيرة قبل اغتياله لرفاق دربه، وجاء الواقع ليحقق ما جاء على لسانه. عن ذكر اغتيال الرئيس سالمين شهيد التحولات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. سنبدأ نقاشها مع ضيوفنا بعد أن نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير. يا بلدنا من أجل الثورة فنضحي والكل يهديها. سالمين أو سالم ربيع علي، أينما قرأت هذا الاسم ستجد له رنينا في وجدان اليمنيين جنوبا وشمالا، كصدى خالد خلود الذكريات الجميلة في الأعماق. ولا تخلو الذكريات الجميلة من حنين كثير ووجع أكثر بعد فقدانها. يستذكر اليمنيون الفترة الذهبية للدولة اليمنية الحديثة في السبعينيات، إبان حكم الرئيس الشهيد الحمدي في الشمال والرئيس الشهيد سالمين في الجنوب، لحظات التحولات التي انطفأت وهي لا تزال في بزوغ المشاعل. سالمين الرئيس الإنسان الذي اتسمت فترة حكمه بمسلك إنساني ترك أثرا في نفوس الجماهير، خصوصا فيما يتعلق بفكرة المساواة القانونية التي لم تكن بديلا للمساواة الاجتماعية ولكنها كانت مقدمة لها. عمل من خلالها على دمج فاعل للمهمشين الذين رددوا الهتاف الشعبي الشهير: سالمين قدام قدام، سالمين لسنا أخدام. وهتفنا لما تحررنا، يا سلام على جورك في بلدنا، الله الله. تحضر الذكرى 39 لرحيله، وهو الذي كان من طلائع النضال الوطني ضد الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن ضمن قيادات ما عرف بالجبهة القومية وحركة القوميين العرب، ليتولى بعد انتصار الثورة بسنوات منصب رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية خلال الفترة 1969 وحتى 1978. حسب متابعين، شهدت فترة حكمه تثبيت حضور الدولة المؤسسية وفق مهام ينظمها القانون دون ما استغلال للمناصب. الكل كان يخشى مخالفة القوانين، المسؤول قبل المواطن. برزت العديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي حدثت في جنوب اليمن خلال السنوات 90 من حكمه، تلك التحولات التي يقول مراقبون أنه دفع حياته ثمنا لها من قبل أطراف داخلية وخارجية كانت ترى في سالمين خصما بينما كان لا يراها كذلك. البساطة والنزاهة وسماع أصوات الآخرين، وخصوصا تلك التي تخالفه الرأي، وتجنب استخدام العنف لتصفية الخلافات السياسية أبرز سمات الرئيس الشهيد بحسب معاصريه، وهو الذي قال لرفاق دربه قبل أن يسكت الرصاص قلبه: اليوم في صدورنا وغدا في صدوركم، فقد فتحتم بابا يصعب عليكم إغلاقه. هتفنا لما تحررنا، يا سلام على نورك في بلدنا، الله الله. إذن أجدد ترحيبكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء دكتور معن دماج. أهلا بك دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء الخير دكتور. إذن رجل ذو كاريزما، رجل عرف بالزهد، يعني بالابتعاد عن مظاهر الرئاسة الفخامة وما شابه، وكذلك عرف بأنه محط لكثير من اللحظات أو
العلامات الجيدة والتنموية في خلال عهده، كيف يمكن الآن الاستذكار مسيرة سالم ربيع علي أو سالمين بعد 39 عام من تصفيته؟ الرئيس الشهيد كان في حياته كما في موته يتمتع بشعبية كبيرة جدا، ولعل سيرة حياته الطويلة والحافلة بالنضال كمجاهد وكمكافح وكقائد ثوري على الأرض بالكفاح المسلح، قائد جبهة عدن، قائد جبهة أبين، دوره في تأسيس حركة القومين العرب الجبهة القومية وتأسيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وقبل أن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، تعكس ليس فقط سيرة حياة مناضل من أعلى طراز ومجاهد ومكافح وقائد منحاز لشعبه، ولكن تعكس أطوار تطور الحركة الوطنية اليمنية وتطور حركة النضال والصعوبات الموضوعية للثورة في بلد هامشي وطرفي مثل اليمن الجنوبية ومثل اليمن بشكل عام، الصعوبات التي تتعلق بالطموحات الكبيرة والمهام الصعبة، وفي ظل عدم توفر الإمكانيات وفي ظل غياب الشروط الاستراتيجية لإنجاز ثورة من دون أن تكون مخرطة في تحالفات بالمحيط، والاضطرار أيضا بمد اليد للتحالفات مع قوى دولية حتى وإن تقاطعت سياستها هنا وهناك مع طموحات الشعوب الصغيرة، لكنها تحتفظ دائما ببرنامج مختلف لا تتحمله هذه الشعوب ولا هذه الدول ولا هذه الكيانات. والرئيس سالمين من بداية حياته إلى نهايته التراجيدية والمأساوية بإعدامه من قبل رفاقه يعكس أيضا الصعوبة الأساسية في الحركة الثورية اليمنية، وهي الفشل في تدبر الخلافات الداخلية ديمقراطيا وحلها سلميا، بين رفاق في الواقع كانوا يتميزون بنزاهة شخصية كبيرة جدا، لم تتلوث أيديهم طوال فترة السلطة بالمال ولم يقربوا أهاليهم، وعرفوا بالزهد وعرفوا بالاستقامة الشخصية، لكن للأسف الشديد عرفوا بالنزاهة الشديدة بالخلافات ربما بالقسوة التي ربما ليست مسألة شخصية لكن تعكس تعقيدات الوضع. والرئيس الشهيد كان يتمتع بشعبية استثنائية، كثير من أبناء جيلي مواليد السبعينات كانوا يحملون في إطار النطاق العائلي والاجتماعي وفي حيث أنتمي إلى منطقة إب، كثير من جيلي كانوا في الواقع يحملون اسم الشهيد ربيع أو سالمين، بالأساس ربيع أكثر في أكثر من منطقة، وحتى بين رفاقه وربما من سخريات القدر أن هذه أحد أسباب التي دفعت بتصفيته، أنه هناك قطاع واسع من خصومه داخل المكتب السياسي وقيادة الحزب كانوا يعرفون أنهم لن يستطيعوا أن يحكموا إذا خرج سالمين بشكل سلمي وحسب الخطة المقترحة إلى أثيوبيا، أنه طالما كان على قيد الحياة فإنه بشعبيته وحضوره الشعبي سيكون من المستحيل أن يحكم أحد، وسوف يكون بمقدوره أن ينظم حركة سياسية للعودة للسلطة. وطبعا شعبية طيب دعنا ندخل في هذه اللحظات، دعنا ندخل في هذه النقاط دكتور، دعنا ندخل في ذلك عن اللحظات الأخيرة، ربما هل كان هناك نوع من الاتفاق السياسي الذي يفضي إلى تسليم السلطة من قبل سالمين بمقابل يعني الاغتراب أو بمقابل الخروج إلى دولة معينة، ولكن تم ما تم وحدثت إشكالات معينة، ما كانت طبيعة أجواء تلك الفترة أو ذلك الوقت؟ دكتور معن؟ إذن يبدو أننا هناك خلل في التواصل مع الدكتور معن دماج، سنعمل على تلافي. إذا مشاهدينا الكرام، كما هو معروف فإن الرئيس أحمد أو سالم ربيع علي توفي في عام 1978 بعد حوالي 9 أعوام من حكمه فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بعد ما تم أو ما عرف أيضا بالحركة التصحيحية التي حدثت في وجه أو ضد قحطان الشعبي الرئيس الأول بعد الاستقلال في اليمن الجنوبي آنذاك. إذن مشاهدينا الكرام، من المفترض أن يكون معنا اليوم ابن الرئيس الشهيد أحمد سالم ربيع علي، كما هو أيضا
الكثير من الضيوف منهم السكرتير الصحفي وآخرون. كان من المعروف مشاهدين الكرام عن الرئيس الشهيد أنه يخرج بكل تواضع إلى كثير من الأماكن، يتعامل مع الناس، وليست هناك حواجز كثيرة بينه وبين الشعب. إذن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف محمد بانافع السفير في عهد الرئيس الشهيد سالمين. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك، الله يعطيك العافية، وعيد سعيد وكل عام أنت بخير. وأنتم بخير وعافية بإذن الله. إذن سيد محمد، اليوم نقف نحن على مسافة 39 عام من مشروع وطني، ورجل دفع حياته ثمنا لهذا المشروع. هل أعطيتنا جانبا وأضاءت لنا جانبا من جوانب تلك المرحلة، خاصة وأنت كنت سفير في عهد الرئيس سالم ربيع علي؟ صحيح، يعني أنا كنت سفير في عهد الشهيد سالم ربيع علي الله يرحمه. في ما يتعلق بسالم، كان يعني رجل وطني وأخلص لوطنه وحبه وتبادل الحب مع مواطنيه، وقدم كثير من الأشياء، يعني أنجز كثير من الجانب الاقتصادي، يعني في الجانب الزراعي وفي الجانب التعليمي وفي جانب الصحة وفي جانب الصناعة كمان وزراعة. وأرضى الناس يعني كزعيم يعني غريب إلى مواطنيه، وتبادل معهم يعني الحب، وعاش يعني بينهم، يعني لا يوجد أي عازل بين الرئيس سالمين الله يرحمه ومواطنيه. يعني كان معظم الوقت يتواجد في الشارع مع الناس ويخالطهم ويحضر أفراحهم وأتراحهم بشكل عادي. طيب، يعني في تلك الفترة ربما كانت السياسة الخارجية تتسم بنوع من التوازن إلى حد ما، خاصة مع مرور العالم عموما بفترة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا والمعسكر الغربي عموما. أنت كنت سفير للبلد في عهده، هل نقلت لنا نوعا من السياسة التي كان يتعامل بها الرئيس الشهيد في ذلك الوقت؟ سالم ربيع علي الله يرحمه يعني كان تدار الأمور فيما يتعلق بالشأن الاستراتيجي يعني الوطني، يعني بشكل جماعي مع رفاقه في المكتب السياسي، وكان كل القرارات السيادية يعني تطلع من المكتب السياسي. فيما يخص رئيس سالم ربيع علي فيما يتعلق علاقات الخارجية، كان مقتنع إلى حد كبير جدا بمذهب التعايش السلمي بين الحكومات والشعوب، وكان يرى أن تقوم علاقات يعني علاقات مع كل الناس، مع كل الحكومات، وكان يبحث عن أصدقاء، وكان يقول أن إحنا بحاجة إلى أصدقاء، ولم نكن بأي حال من الأحوال يعني محتاجين إلى عداوات مع أحد. وكان في هذاك الفترة يعني في جانب في شيء من التطرف الحقيقة، ويرى هذا الجانب المتطرف أن لابد نكون يعني تكون لنا علاقات مع وحيد واحد اللي هو المعسكر الاشتراكي ورئيس الاتحاد السوفيتي يعني في هذا الزمن. وسالم كان مع الرأي اللي يقول علينا أن نفتحنا عرب وفي محيط عربي، وإحنا في محيط إسلامي ومسلمين، يجب أن نتعامل مع محيطنا بشيء من الواقعية ومع محيطنا الإسلامي بشيء من الواقعية، ولا بأس أن يكون لنا حلفاء يعني جيدين في معسكر الاشتراكي بما يقدمون من منافع الوطننا. وكان يشدد على أقناع الأصدقاء أن احنا نريد أن نقيم علاقات صداقة معكم على أساس المنفعة الوطنية وعلى أساس القرار المستقل الداخلي وعلى أساس لا أن نتدخل ولا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية. وكان يرى أن تكرس العلاقات الخارجية على هذا الأساس، وأن نقنع كل من نتعامل معهم أننا نحن هكذا نريد علاقة صداقة ومنافع متبادلة مع كل الحكومات من مع حفظ يعني قرارنا المستقل في والسيادي في وطننا
وهكذا بالنسبة لكم. فتطورت هذا يعني أو نضجت هذا المبدأ عند المكتب السياسي ومعالجات مع المحيط العربي ومع طيب مع يعني ما وصفته أنت بالواقعية السياسية ربما كان هناك نوع من التضاد أو الاختلاف ربما أحيانا قد يكون مركزي في وجهات النظر مع بقية الرفقاء في داخل الحزب، كيف أثر ذلك على طبيعة الأجواء في تلك الفترة؟ وهل هذا ما أدى بالأخير إلى حصول ما حصل بالنسبة للرئيس الشهيد؟ مع الرئيس هذا يعني عبارة عن تراكمات بدأت من بدري يعني. من متى؟ يعني ما كانش مولدة لحظة يعني لحظة انقضاض الرئاسة وقتل اغتيال الرئيس، لكنها بدأت يعني تراكمت من بدري. كانوا يحقوا أو يعملوا على أساس الاستيلاء على كرسي الرئاسة، هكذا جرت الأمور وهكذا فهمها كل الناس المراقبين وغير المراقبين من الناس، وأخذت دورتها هذا العملية وجاءت نتيجتها هكذا أنهم يعني قامت الانقلاب على سالم ربيع علي واغتياله. طيب الآن عندما يكون هناك مشروع غالبا ما يكون هناك من يقود هذا المشروع ويدفع به إلى أن يتحقق، كان ذلك واضحا مثلا في مشروع الوحدة وكان الرئيس الشهيد أحد الدافعين لذلك، خاصة في مع يعني مع الرؤساء المتعاقبين، وكانت هناك لقاءات في عدد من الدول لتحقيق هذه الوحدة. لكن من الملاحظ أنه عند غياب الشخصيات الدافعة لذلك يغيب ربما المشروع الوطني، هل تتفق مع ذلك أنت أستاذ محمد؟ يعني أنا ما فهمت بالضبط قصدك ماذا يعني تقصد يعني التغارب السالمين؟ نعم، هل كان مشروع أو تفكير بالوحدة مرتبط فقط بفكرة الرئيس الشهيد سالمين في ذلك الوقت، ونحن شاهدنا الكثير من التحركات له في سبيل ذلك مع ما عرف أو ما كان سابقا يعرف في الجمهورية العربية اليمنية، هل كان ذلك دافعا شخصيا أم أنه كان استجابة أو المطالب أو يعني الرغبة الشعبية العارمة في الجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟ الحقيقة كان بالنسبة للوحدة كانت واحدة من المبادئ الأساسية في أدبيات الجبهة القومية من قبل والحزب الاشتراكي حتى من بعد، كانت واحدة من أساسيات أدبيات الحركة الوطنية ساعتها وال الجبهة القومية التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية، وكان حتى تذكر إذا أنت كنت تتابع الموضوع أن أنا كان في شعارات كثيرة اللي تقول بناء الوحدة اليمنية وبناء الحزب الاشتراكي اليمني يعني، وتكرس هذه المسألة كان في كل أدبيات التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية ساعتها، و عملوا يعني من فترات سابقة من أيام رئيس سالمين يعني، وكان في نشاط يعني يجري على هذا الأساس، وفي لجان تشكلت من اليمن الشمالي ومن اليمن الجنوبي تبحث على مدى سنوات طويلة، وكان التغارب المتميز ظهر يعني في نشاط رئيس سالمين ربيع علي ورئيس إبراهيم الحمدي رحمه الله في هذا الأسنة، و يعني قطعوا شوط كبير جدا في ما يتعلق في يعني تعجيل قرار الوحدة، لكن جاءت الأمور وقتيل الحمد الله يرحمه، وبعدها كذا يعني بشهور قتالوا سالمين. نعم رحمهم الله. طيب أستاذ محمد، الآن برأيك ما هي أبرز النقاط التي كانت محط خلاف ما بين الرئيس الشهيد وبقية أعضاء المكتب السياسي والحزب التي يعني ساهمت في تكريس نوع من الاختلاف بينهم؟
بسوء الحظ انكم لا يعني لا يوجد اي خلاف كان لا في الظاهر ولا في العقل ولا في اي قضيه من القضايا كان يختلفوا عليها. ما في شيء من المبادئ الاساسيه للتنظيم السياسي الجبهه القوميه التوسعه الموحده الجبهه القوميه، ما في قضيه من القضايا كانت يعني مطروحه يعني على جدول اعمالهم اختلفوا عليها سالم ربيع علي مع احد من المكتب السياسي. يعني من القضايا يعني المهمة أو الاستراتيجية وحتى القضايا الثانوية ما فيش أي خلاف حولها، لكن الموضوع كان مختلف شوية. يعني الموضوع يبدو صراع سياسي على السلطة كان في يعني في طابع الواضح يعني. نعم هكذا كان نتراه. إذن أشكرك أستاذ محمد بن محمد بنافع السفير في عهد الرئيس سالمين، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، وأعود إلى الدكتور معن دماج الذي ينضم إلينا مجددا. دكتور لعلك سمعت إلى ما تفضل به الأستاذ محمد، هل من تعقيب عليه؟ لا، أنا أحيي الأستاذ سعاد السفير محمد بنافع، وطبعا هو عايش تلك المرحلة وعلى التصاق بأحداثها بشكل أكبر. أنا إذا عدت إلى السؤال الذي انقطع الاتصال وأنا أحب أن أجيب عليه، في الواقع طبيعة الصراعات في تلك المرحلة وطبيعة الروايات المختلفة حول تصفية الشهيد الرئيس سالمين هي متنوعة، بعضها يرتبط بالصراعات المحلية وبعضها يرتبط بتحميل الشهيد سالمين مسؤولية اغتيال الرئيس الغشمي في الشمال كانتقام للرئيس الحمدي. وطبعا الرواية الأقرب إلى تصديقي أنا أنه غير مسؤول عن هذا الاغتيال، ولكن لأن مقربين من القادة الوطنيين كان وراء العملية كان يعتقد أنه بشخصيته وبحضوره تحمل مسؤوليته سوف يسمح لهم بالنجاة، وهو أيضا يغادر السلطة على هذا الأساس. طبعا لدينا روايات أخرى، بعضها روايات غربية مثل رواية السيناتور الأمريكي بول فندلي الذي كان يعتبر أن أحد أسباب تصفية الشهيد الرئيس الحمدي في كتابه من يجرى على الكلام، أن أحد أسباب تصفية الرئيسين الشهيدين الحمدي وسالمين تتعلق برغبة الشهيد الحمدي بإقامة علاقة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا سعي الرئيس سالمين إلى إقامة علاقة مباشرة وأكثر موثوقية مع العربية السعودية ومخابئها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وضمن الصراع الدولي والصراع المحاور وضمن النزاعات الموجودة كانت في التنظيم السياسي للجبهة القومية التيار الصيني والتيار السوفيتي وإلى غيره، أتصور أن هذه العوامل المتشابكة أنتجت نوع من الصراع أدى للأسف الشديد وبصورة مأساوية إلى تلك التصفية بتلك الطريقة الشنيعة لرمز من رموز الحركة الوطنية وزعيم شعبي ربما الآن الناس يعتبرونه رئيسا مثل بقية الرؤساء، وأن شعبيته كانت يمكن أن تتوفر لغيره، لكن الذين عايشوا وجايلوا مرحلة سالمين يعرفون أنه ربما لم تتوفر شعبية على الإطلاق وهي شعبية مستحقة لرئيس يمني كان قويا سياسيا وشعبيا وكانت جماهيريته يعني استثنائية، وهي مرتبطة بتحدره من أعماق الشعب وتعبيره عن المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية العليا للمواطنين، وربما هو أحد الحكام القليلين في منطقتنا في الوطن العربي الذي حتى وهو في رأس السلطة لم يكن يبدو منفصلا عن الشعب وعن المجتمع، والمسألة لم تكن أبدا شعبوية ولكن كانت تعبير عن حسه الطبيعي والتلقائي وعن سلوكه وعن ضميره. وبالتالي أنا أتصور أن الحركة الوطنية صحيح أنها قد كانت تلقت ضربة كبرى بساءة إدارة الخلاف مع الرئيس قحطان الشعبي ومع الزعيم الحركة الوطنية الكبير فيصل عبد اللطيف، لكن تصفية سالمين كانت الضربة الأكبر في شرعية الحركة الوطنية شعبيا، وكانت علامة على التدهور الذي سوف تبلغ مداه بانقسام الذي أخذ طابع للأسف جهوي وقروي داخل الحزب الاشتراكي اليمني والذي تفجر في أحداث 13 يناير لاحقا. إذن دعنا نكمل النقاش دكتور، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ينضم إلينا الآن مشاهدينا محمد قاسم نعمان، عضو القطاع الطلابي في فترة حكم الشهيد أحمد أو الشهيد سالم ربيع علي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك، حياكم الله أستاذ محمد. إذن في فترة يعني امتدت لتسع سنوات تقريبا، كانت هي فترة حكم سالمين في الجنوب، كيف كانت هذه الفترة بالنسبة للقطاع الطلابي وبالنسبة للحركات في ذلك الوقت وبالنسبة للحياة التي يعني ربما كانت تعرف اليمن في ذلك الوقت في الجنوب، خاصة بنسبة كبيرة من الثقافة والتعايش وما يتعلق بهذا الجانب؟ أولاً الفترة اللي كانت يعني بعد أن تولى الرئيس الشهيد سالم ربيع علي السلطة بعد خطوة 22 يوليو. إذا فقدنا الاتصال مع الأستاذ محمد قاسم نعمان، سنحاول معاودة التواصل معه. أعود إلى الدكتور معن دماج. دكتور معن، في يعني كانت تلك الفترة ربما فترة استقرار إلى حد ما بالنسبة لليمن في الجنوب، هل شهدت نوعا من التحولات الاقتصادية والتنموية في ذلك الوقت؟ طبعا تجربة الثورة في اليمن الديمقراطية شهدت تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة جدا، تمثلت بانتقال السلطة إلى شكل شعبي رغم الطابع الاستبدادي للتنظيم السياسي للجبهة القومية، توحيد ودمج أكثر من 25 سلطنة ومشيخة في دولة واحدة، إقامة شكل من أشكال الحكم الشعبي المحلي، انتشار النقابات حتى وإن كانت قد تمركزت في قيادات لها طابع حزبي وسياسي، وأيضا انتقال القطاعات الاقتصادية الأساسية إلى ملكية الدولة وتسخيرها للمصلحة العامة وللخير العام. ولكن طبعا يعني ضمن الصعوبات التي واجهت الثورة وضمن الحصار المحلي والإقليمي الذي تمثل منذ اللحظة الأولى في نكث بريطانيا تعهداتها بتقديم التعويضات والامتناع عن تقديم هذه التعويضات واستنكافها عن تقديم مسؤولياتها العسكرية عندما تعرضت الحدود اليمن الجنوبية لتقدم الجيش السعودي واحتلال منطقة الوديعة والشرورة في الواقع، وأيضا ما أصاب الاقتصاد في اليمن الديمقراطية من ضربة هائلة بعد حرب 67 وإقفال قناة السويس الذي جعل ميناء عدن الذي كان الاقتصاد في اليمن الديمقراطية يدور حوله يصاب بالشلل، فالميناء أصبح تقريبا خارج الخدمة لأن قناة السويس هي الممر الأساسي التي تمر منه السفن ذهابا وإيابا إلى عدن. كانت هناك طبعا إنجازات اقتصادية وكانت هناك إنشاء للمزارع الجماعية ومحاولة توطين بعض الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات التحويلية، وكان هناك للأسف طبعا بعض المبالغة في تأميم قطاعات بسيطة، بعض المحلات والدكاكين الصغيرة، بعض قوارب الصيد، ولكن أنا أتصور أن التطرف في هذه الإجراءات كان يعكس رد الفعل على الحصار الإقليمي والحصار المحلي، وهذا في الواقع ما دفع الجبهة القومية للذهاب أكثر يسارا لأنها شعرت أنها بحاجة إلى حليف دولي أزاء الحصار والحرب الإقليمية المفتوحة سواء من نظام 5 نوفمبر في الشمال أو أنظمة الخليج المختلفة أو الأنظمة في المنطقة بشكل عام، وهذا ما دفع التجربة في الجنوب في الواقع للتحالف أكثر موثوقية مع المعسكر الاشتراكي، وطبعا بالنظر لمستوى الشباب الذين قادوا الثورة في الجنوب وظهور التيارات المتطرفة والانتهازية كان هناك الكثير من الإجراءات التي ألحقت ضررا في الاقتصاد، وإن كانت قد تبدو بسبب الحماس الثوري لكنها كانت قد ألحقت ضرر وجعلت كثير من القطاعات وبعض التجار يغادرون عدن إلى الشمال وإلى أثيوبيا وإلى جدة وإلى غيرها، لكن انتشار التعليم وانتشار الجيش وتحويل قطاعات واسعة تطورها اجتماعيا عبر التعليم وعبر الالتحاق بالوظيفة العامة وتكريس مساواة حقيقية وجدية ودمج للمرأة في قطاعات التعليم والعمل والميليشيا الشعبية ساهم في تعمق التحولات الاجتماعية
والتي كانت تبدو نوعية في وقت قصير رغم كل الأخطاء، ورغم التي أساسا كانت تتعلق بالشكل الاستبدادي للنظام والفشل حتى في تشكيل نوع من التعددية السياسية حتى ضمن معسكر الثورة، كما كان يقترح الأستاذ عبد الله باديم أنه على الأقل تبقى الأحزاب متعددة حتى ضمن الأحزاب الثورية التي شاركت في الثورة، ولكن ذلك لم يحدث للأسف الشديد. طيب دكتور، دعنا نشك معنا في الحوار الصحفي فضل مبارك الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. أهلا بك أستاذ فضل. هلا بك. حياك الله أستاذ فضل. إذن هناك يعني كثير من الغموض في موضوع اغتيال الرئيس وربما الكثير من الروايات، هل من الصحيح أن الرئيس سلمين دفع حياة الثمن لفكرة التعايش السلمي وكذلك المواقف الوطنية مع الجوار، أم أن الموضوع كان خلافات بداخل البيت الجنوبي نفسه؟ أولا مساء الخير للسادة المشاهدين وعيد مبارك كل عام والجميع بخير. أهلا بك. في الحقيقة كان هناك خلاف جوهري قاد إلى الصراع بين فرقاء الثورة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، كان سببها الرئيسي التوجهات السياسية للنظام حينها، فهناك أطراف متصارعة كانت الذي يقودها الشهيد سالمين هو تقوية العلاقات مع دول الجوار والمحيط العربي، على العكس من الطرف الآخر الذي كان ينحو إلى منحة أممي في إقامة العلاقات وتقويتها مع أطراف المعسكر الاشتراكي، ومن هنا برزت الخلافات وأخذت تتصاعد وتتولد وتتكاثر إلى أن وصلت إلى ذروتها مع الإعلان عن قيام أو تأسيس الحزب الاشتراكي، الإعلان عن قيام الحزب الاشتراكي اليمني، وبدأ تسجل الصراع في يونيو الذي قاد إلى الانقلاب على سالمين، على الرغم من حديث المراقبين والمرقين حينها وبعض الشهود آنذاك أنه كان هناك اتفاق في اجتماع اللجنة المركزية، طبعا اختلفت الروايات حوله من حضره وكم عدد اللي حضره وهل كان نصاب عملة في أنه يترحى رئيس سالمين ويعطي حق اللجوء السياسي لأثيوبيا، وكان هذا الاتفاق، لكنه في آخر لحظة حصل تحول لم تتضح بعد معالمه أو صوره ومن مثبتيه، أدى إلى فشل هذا الاتفاق الذي تم مع الرئيس سالمين بأن يخرج إلى أثيوبيا، وتم تشكيل محكمة عسكرية وأصدرت حكم، طبعا محاكم عسكرية كان حينها في الأنظمة في أيام الحرب الباردة تكون محاكم عسكرية سورية تشكل من النظام، وأصدرت حكمها بالإعدامة مع اثنين من الرفاقة اللي هم الدرع الأيمن له اللي هم الشهيد جاعم صالح والشهيد علي سالم قال عوار. طيب يعني برأيك ما هي أبرز نقطة حدثت في يعني تحقيق هذا التحول الذي تحدثت عنه في الاتفاق؟ يعني كان هناك نوع من تسليم السلطة والاتفاق على المغادرة لإثيوبيا بحسب الرواية الموجودة، إذن ما هي ملابسات ما يمكن أن يكون حصل في وتغير وسبب إلى ما آلت إليه الأمور لاحقا؟ طبعا الرئيس الشهيد سالمين يحظى بشعبية كبيرة، وهو أنا حسب رأيي أنه ظاهرة لن تتكرر في تاريخنا ربما على المدى القريب، وأكبر دليل على هذه الشعبية وهذا الحب الجارف الذي يتمتع به الرئيس سالمين في المحيط الشعبي ليس على مستوى الجنوب وإنما على مستوى اليمن بالتبعية كامل وعلى مستوى الجوار، وهو أنه بالرغم من مرور نحو 40 عام على اغتياله لا زال حاضرا في المشهد، وبالتالي فإن كان خروجه إلى أثيوبيا يشكل ضرر على الطرف الآخر أنه بيخرج سنة أو سنتين أو أكثر من كذا، وربما أن الشعب قد يثور وقد يعمل كثير من الضغوطات لإعادته، وبالتالي لابد من التخلص منه والقضاء عليه حتى يتم تنفيذ توجههم، لا أقول أنه توجه خاطئ أو توجه صحيح في هذه اللحظة، هذا لما أصبح مجرى التاريخ، ولكن بقاءه أو نفيه إلى أثيوبيا قد لا يتيح الفرصة للطرف الآخر في تحقيق طاياته ومشروعه السياسي، وبالتالي كان لابد من القضاء عليه بصورة أو بأخرى. يعني ألاحظ من حديثك أستاذ فضل هناك نوع من التشابه ما بين ما حدث مع الشهيد سالمين وبين ما حدث أيضا لإبراهيم الحمدي في الشمال، نوع من الاهتمام بالمشروع الوطني ونوع من الخوف من كاريزمية الرجلين في كلا المكانين، هل تتفق مع ذلك؟ صحيح، أتفق معك بشكل كامل وكبير أنه الرئيس سالمين والرئيس الحمدي هما كانوا النواة الأساسية لمشروع وطني نهضوي حضاري في اليمن الطبيعية كامل، سواء كان تحققت حينها الوحدة أو انتحار، لكن كان بينهما رؤية
ومشروع وطني تنموي على مستوى اليمن سواء كان شطة أو الموحد. ولذلك هذا المشروع كان كثير من القوى تتخوف منه، وبالتالي كان لابد من إزاحتها من المشهد السياسي حتى يتسنى لهذه القوى أن تنفذ مشروعها في عدم وجودها. طيب الآن يعني بعد 39 عام من تصفية واغتيال الرئيس سالمين، ما الذي يمكن أن يقال أنه بقي من مشروع الرئيس، وكذلك من يعني ما يمكن أن يتحقق من فكرة المشروع الوطني بشكل عام؟ الحلم، لم يبقى لنا سواء الحلم والتأسي على الماضي في الظروف الراهنة التي نمر بها أو ما مرينا بها خلال 20 أو 30 السنة الماضية. لم يبقى لدينا سواء مشروع حلم كبير نتمنى أن نتحقق ذات يوم. أشكرك إذن الصحفي فضل مبارك، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. إذن مشاهدينا الكرام، نعود إلى الحوار مع ضيفنا من تونس الدكتور معن دماج. دكتور، سمعت على ما أظن ما تفضل به الأستاذ فضل مبارك، إذن هناك حلم يمكن أن يعيش عليه اليمنيون الآن، الكثير من الذكريات والقليل من الحضور في الواقع الآن والقليل من الأشياء التي يتم الفخر فيها الآن، هل تتفق مع ذلك؟ طبعا هناك حلم وهناك دروس، دروس تتعلق باستيعاب طبيعة التحولات الاجتماعية ومراعاة الظروف الحقيقية للمجتمع. الجيل الذي مثله هو الرئيس الشهيد كان يتمتع بإرادة كبيرة جدا لتجاوز الظروف التاريخية، على عكس ربما الجيل الأول للحركة الأحرار اليمنيين الذي كانت مستوعبة أكثر لتعقيدات الواقع والصعوبات الموضوعية أمام التقدم، ولذا كانت تبدو إصلاحية أكثر، بينما الطابع الثوري كان غالب على سالمين ورفاق سالمين. أنا أتصور أن جيلنا ونحن جيل كنا محظوظين ولازلنا بأننا شاهدنا ثورة يمنية أخرى في فبراير 2011. ربما علينا أن نحدث تركيب من الأمرين، تركيب من الحلم والإرادة الثورية والرغبة الكبيرة والهائلة في التجاوز المرفوقة بالشجاعة وبالتضحية وبنكران الذات الذي مثله هو الرفيق الشهيد سالمين ورفاقه، وبنفس الوقت الإدراك العميق لتعقيدات الواقع وعدم تجاوز الإمكانيات الحقيقية الذي كانت تميز الجيل الأول للحركة الأحرار اليمنيين. علينا أن نركب الأمر من الحلم ومن استنتاج الدروس والعبر والمواعظ من تاريخ الحركة الوطنية، وأن لا نجعل العمل السياسي والمشروع السياسي مرهون بأفراد أو بتنظيم سياسي، ولكن بتجدير الحركة في المجتمع وبتأسيس العمل بين الناس ليكون الأغلبية الشعبية حاملة لمشروعها ومنظمة ذاتيا، بحيث تستطيع أن تذهب بالحلم بناء على الإمكانيات الموضوعية إلى غايته. وطبعا سوف تبقى كثير من الشخصيات الوطنية ملهمة وعلى رأسها الشهيد سالمين ورفاقه المناضلين. يعني لكن هناك من يتحدث دكتور على أنه الآن اليمن يفتقد للكاريزميات، الشخصيات القيادية التي يمكن أن تحرك الشارع بشكل أكبر لتحقيق نوع من الانتقال والتغير الحقيقي على الأرض. كيف يمكن الموازنة ما بين فكرة أن غياب هذه الشخصيات يمكن أن يؤثر على بقية الناس وضرورة وجود قائد بشكل عام للفكرة والمشروع؟ دكتور معن؟ إذن يبدو أن الاتصال انفصل مرة أخرى مع الدكتور معن دماج. إذن كنا مشاهدينا الكرام نتحدث حول الشهيد أحمد ربيع، عفوا سالمين، سالم ربيع علي سالمين، وكان معنا قبل قليل الصحفي. يعود إلينا الدكتور معن دماج. إذن دكتور معن، كنت أتحدث على موضوع الكاريزماتية الضرورية كما يقول كثيرون في الشخصيات والقيادات الوطنية لتحقيق المشاريع. كيف يمكن الموازنة ما بين يعني وجود هذه الكاريزمات وما بين الخوف من فقدانها؟ أنا شخصيا لا أرى أن الناس بحاجة إلى زعماء كبار، وأرى أن الزعماء الكبار في الواقع لم يكونوا كبار إلا لأنهم جزء من حركة شعبهم. اليمن مليئة بالشخصيات الوطنية المضحية والتي تمتلك الكفاءة
المسألة تتعلق بالسياق السياسي والاجتماعي، والمسألة تتعلق بالعكس بالقدرة على تنظيم المجتمع، بالقدرة على تنظيم الجماهير الشعبية، تنظيم مستقل ودائم، وبالعكس بتبديل القيادات. نحن بحاجة إلى تنظيم سياسي من نوع جديد، ليس قائم بشكل هرمي على زعيم ومؤيدين، ولكنه قائم على مواطنين يتبادلون القيادة بينهم ويستطيعون أن ينتجون قادة مختلفين لكل المراحل، وليس هنالك أي مانع في أن يتم استبدال القادة دائما وتوسيع القاعدة الشعبية لأخذ القرار. أنا أتصور أن أحد الدروس الأساسية للحركة الوطنية في اليمن أنه، وكان هذا أمر مختلف قليلا في الجنوب الذي كان لدينا تنظيم سياسي ثوري، للأسف الشديد نحن نرى مآلاته، لكن في لحظة من اللحظات لا أحد يستطيع أن يقول أن تجربة اليمن الديمقراطية كانت محكومة من زعيم أو مجموعة زعماء. كان هناك تنظيم سياسي، وكان هذا التنظيم السياسي هو الأقوى من كل التنظيمات، وكان للأسف الشديد من الأفراد والزعامات، وكان للأسف الشديد فشل في تدبير العلاقة بين أجنحته وقياداته بشكل ديمقراطي. المطلوب في الواقع استلهام أدوار الزعامات والشخصيات الوطنية الكبيرة، ولكن أخذ الدروس بأن المطلوب ليس قيادات وزعامات بقدر ما هو المطلوب تنظيم الشعب وتنظيمات سياسية ديمقراطية مواطنية، ليست قائمة على أساس هرمي، ولكن تنظيمات أفقية تسمح بظهور المواهب وتسمح بالتنافس وتسمح بتعدد التيارات وتسمح ببروز القادة، لكن مجرد قادة هم موظفين عند شعبهم يؤدون مهامهم وينصرفون لبقايا حياتهم. وبالتالي نحن بحاجة إلى تنظيم سياسي ديمقراطي يحتفظ بالثورية نعم، ولكن يأخذ طابع مواطني وطابع تعددي وطابع شعبي إن شاء الله. إذن أشكرك دكتور معن دماج، مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا في حلقة اليوم عبر سكايب من تونس، شكرا جزيلا لك، كما هو شكر موصول مشاهدينا الكرام لجميع من كانوا معنا ولكم أنتم، وشكر لمن كان يفترض أن يكون معنا وحالة أسباب مجهولة لوجودهم، منهم أحمد سالم ربيع علي نجل الرئيس سالمين سابقا. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي أنا وزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.